جاي هنا عشان يعني شايفه ان كانت دي الفرصه الوحيده لان انا احقق حلمي من زمان، وانا يعني بسعى وان انا يعني بسعى في المجال ان انا اوصل لحاجه معينه، وما قدرتش احققها غير بالفرصه اللي انا فيها دلوقتي. يعني عيلتي مكونه من 5 افراد، ماما وبابا بيشجعوني جدا جدا واخواتي الاثنين مش بيشجعوني، ولدين. شو كنت عم تعملي قبل ما تجي لهون؟ بعمل حفلات، ساعات كنت بشتغل. يعني انا بشكل نسبة 90% انا مسؤولة عن نفسي، بس يعني الشغل مش دايما عشان سكني يعني بره القاهرة، فما كنتش بقدر اشتغل دايما الا حفلات متباعدة يعني كل اسبوعين مثلا. اوكي، وكملت دراستك بالموسيقى؟ انا حاليا لا، انا مش بدرس موسيقى، بدرس اعلام. عم تدرس اعلام. حدا عنده أي سؤال لهيدي؟ في شيء ما بنعرفه عنك بتحب تخبرينا إياه؟ في شيء بحياتك من وين هالموهبة؟ لا، ما يعني بابا بس بسميها يعني زي ما بيقول، بس ما يعني صوته عادي مش مطرب. أوكي، أي سؤال لهيدي؟ أنا عندي سؤال. أي، يلا. تضعفيش، خليكي قوية. اكيد. سهيلة، علاقتك مع الغنى شو كنت عم تعمل قبل ما تجي لهون؟ اكيد كنت عم غني. كنت عم تغني؟ من صغري. بتشتغلي؟ رحتي الدراسة؟ كملتي دراستك؟ ايه، بس ما كملتها، يعني الشيء اللي بدي اوصل ليه ما كملته. بس الغنى هيك موهبة، يعني احنا كلنا بنغني في البيت، من ماما، بابا الله يرحمه، اخواتي، خالتي، انا. بيك فقدتي من قبل 4 شهور بس. اوكي اوكي. واثر هيدا الشيء على حياتك اكيد؟ تغيرت كليا، صرت ما بعرف، يعني صرت عم اشوفها هيك، مع اني ما كنت عايشه معه، بس بصير بشوفها هيك غريبه كثير. كبرتي فجأة؟ لا، انا كبيره من زمان، يعني يعني من زمان ما انه عايش معنا، بس هيك يعني بيك هيك كنت تشوفه لبرا ساعات هيك مرق عليك، او تسمعي انه قال بيك او عمل شيء، فهمتي؟ هدول الاشياء راحت، حتى انه ما كانت تعجبني بس راحت. اكيد تضايقتي لما فقدتي، رغم انه ما كنت عايشه معه. كثير كثير ضايقت، انصدمت، يعني ما كنت متوقعه نفسي اني راح انصدم. انصدمت كثير، يعني هيك بتحس تجي تشوفي بيك اللي ما كنتي تقدري تطلعي بوشه. اوكي. وبعدين هيك تلاقيه ملامحه هيك جامده. شفتي؟ اول مره بشوفه هيك، يعني اول مره بتقرب من وشه شوفه بحياتي، من ساعه ما اتخلقت شفته بس وهو ميت. اكتشفت في اشياء بتشبهني، يعني مثل هاي. في اشياء هيك مثل بعض، بس يعني متأخر على السريع. بدي تقولي له شيء، لأنه هو مطرح ما هو عم يسمعك. بدي أقول له أنه مسامحتك، بس هيك ما فيني أطلب منه شيء، لأنه ما فيه يعمل شيء هلا، بس بقول له أنه سامحتك على كل شيء عملته. بس أنيس، الشغلة اللي عملتها منيح هي انك غنيت وقت طويل، معظمكم غنى كتير قليل. لما غنيت اكتر يعني عطيتنا هالمجال، رغم المطارح يلي نشزت فيها، لانه في مطارح بالفوكاليز انا ما كتير بفهم، بس انه حسيت انه ما مش ضبطين النوت، قدرت تعود. بالنسبة للمشهد يعني بالنسبة يلي انطلب منك كمشهد، يلي كان مفروض تعمله هو انك تتعجب بالأول انك شفتها بين الجمهور، لأنه كانت واضحة لما انطلبت منك مدام كلوديا انه انت فتت تتغني، انت مخانق مع صاحبتك، وإذ بتشوف انه هي قاعدة أول صف، أو انت ما عطيتني الرياكسيون انه شفت حدا أول صف قاعد. الشغلة الثانية يلي عملتها منيح هي النهاية، يعني النهاية لما انظهرت وعيطت لها
كثير منيحه، بس انت ما جهزت للنهايه، tu m'as pas préparé. يعني انا ما فهمت ليش يعني سي tu ne me prépare pas au début، اذا ما بتجهزني بالاول انه انت تفاجأت بحدا. Moi je pensais que c'était la plaque que j'ai mis c'était déjà une backstage. Backstage oui. لا déjà pour vous انت مجهزه قبل ما تعرف حتى شو ال شو السوجي. نو يعني انت فايت بدك تغني وتشي تريست وانت حزين وبتفوت بتشوف انه رفيقتك يلي تركتك اول صف وحيحملي بوكي ورد. دونك انا كان بدي الرياكسيون الاولانيه النهايه منيحه بس ما انا عتني النهايه لانه انت ما جهزت لي اياها من الاول. يعني سوري بو اتر ا موا. يعني لو انا لالي قلت لي هلا سكيا ايدي انه انت اخترت ليسلي يعني اخترت شخص وغنيت له وحسينا بهالاعجاب وبهالحب بس ما حسيت انا بالاول انك تفاجات لما شفتها. هلا بالنسبه للغنى قلت لك شو مين تاني شخص بده يفل؟ هايدي وما هايدي ما عندي شيء اللي كي هايدي كان منيح عامة وكان يعني الموضوع انه انت تعبانه انه اوريدي تعبانه وكان واضح بس اللي حبيته فيكي اللي حبيته يلي انا بدي اقوله للكل لازم تعرفوا انه لما بتغنوا او بتمثلوا المشاهد اللي جاي يحضر ما بيعرف الظروف ما بيعرف ابدا انتوا شو عايشوا يعني ممكن تكونوا متضايقين معصبين منرفزين ما له علاقه المشاهد فبالتالي اهم شيء انه الواحد رغم كل الاشياء اللي عم بيمرق فيها يعمل واجباته ما يقصر يكون موجود ويعمل واجباته وانا حسيت انه هايدي عملت واجباتها يعني ياما بستار اكاديمي تلاميذ يكونوا مثلك جايين نفس سفر وسوري ومش قادره و لا انت ما 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 قدمت عذور يعني ديجا دغري وكنت جاهزه وهيدي شغله منيحه ومين ثالث شخص ما بال وين حطيت ما بال يعني رح قلك يلي انا قلت بقوله عنك صوتك بيشبهك صوتك صغير مثلك بس مفعولك كبير يعني وقت جد قلت لك هذيك المره الباكج الغنى مع الصوت مع المال مع المال عم بيعطوا شيء حلو بس كصوت يعني اكيد اسد الصوت ايه هيدي شا. بس الاحساس كان منيح يعني لما انطلب منك انه انت كسرت السياره وما بعرف شو حسيت الفرق بين اول شقفه وتاني شقفه وهيدا يلي اذا بدك بالايفال ساعدك مش صمت انه ساعدك انه الايداء التمثيلي السيتوياسيون ساعدت اوقات الايداء التمثيلي كثير بيساعد على الايفال لانه هو جزء من هيدا الشيء قبل ما تروحوا الثلاثه معلش سهيلة رح ارجع بعدين امرقك بدي تعرفوا انه هلا بس تفلوا انا رح احكي عن نتيجه يعني بدي اعمل ديدكسيون بدي استنتج ليش مروركم شو كان في بمروركم شيء مهم نحكي عنه